السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب الدويرة حيث نقف على أشغال التغطية الخارجية، وللأسف الأشغال هذه مقتصرة غير على المنطقة تاع الفيبي، والله شيء مؤسف أنه التغطية هذه لا تشمل كل الملعب، خاصة وأنه يعني بسبب الفراغات هذه اللي راهي موجودة في الملعب المفروض يكون فيها تغطية مليحة شابة ما شاء الله تكون فيها، لكن للأسف لا شيء يوحي بأنه فيه تغطية. إن شاء الله المسؤولين يعودون إلى رشدهم، والسلام عليكم.